القصه بتاعت انه فجاه كده لقى عبد الحليم تليفون جاي له قال له ايه انا صلاح نصر وعايزك تيجي تشرب معايا الشاي. حلو. فعم حليم قفل صلاح نصر من هنا رفع التليفون لسياده الرئيس جمال عبد الناصر. قال له صلاح نصر عايزني اشرب شاي معاه فحضرتك هو عايزني في ايه؟ قال له طريق في عبد الحليم. قال له روح له عادي وما ترجع كلمني. واللي حصل بقى ان كلم صلاح نصر قال له انت عبد الحليم يجي يشرب معاك الشاي عبد الحليم يرجع برلاند مفروشة في حاجة خالص. قال له يا فندم ده بس انا اشرب معاك الشاي وبتاع ده انا بحبه والله ومفيش حاجه. وراح فعلا شرب معاه الشاي واتكلم معاه يمكن اتكلم معاه في موضوع سعاد يمكن اتكلم معاه في متعرفش انت الخبايا في حاجات كده. فدي دي ما اعرفش اقدر اقول لك يعني ايه اللي حصل في الحكايه بس رجع عبد الحليم عادي جدا وانا مفيش حاجه يعني وممكن كمان ما تختموا لنا بقى اغنيه على طول مضت عيني المنام قمت والناس افترضت الكلام أغلى وأحلى كلام أغلى وأحلى كلام اهديني يا ربي بالقرآن لما يرضي خلينا أحبك وحب كل خلقك فيك اهديني يا ربي بالقرآن لما يرضيك خلينا أحبك وحب كل خلقك فيك نور طريقي بنورك وبإيماني بيك يا رب يا رب يا رب أنا زنق في طبقتي معلش حلوة ومهم ما كسرت له العود جه عمل لي عود اتكلم العواد قال له اعمل عود لمحمد صغير كده على قده عشان انت الحركه اللي كسرت له العود انا بقى الموضوع اتكتب غلط ايوه انا الحركه اللي كسرت له العود كده خدت روحه يعني وكان حنين جدا ولا هم حاجه والله وتاخر مره اتاخر الطياره في مطار هيسرو علشان يجيب لي لوفر وبنطلون وبتاع وفاتته الطياره انا كنت ابنه وبتاع مواقف كتير يعني اقول ايه نور نور معايا بالعزاء نور يا قلبي نور دايما بالجراح نور يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي والله يخليك ويبارك لك بس انا بدندن له من حبي في عبد الحليم والله الحمد لله ربنا يرحمه طبعا كان في حاجه نفسه يعملها قبل ما يطفي كتير كان نفسه يرجع بقى يغني الليل والثلاث دقايق ويلبس البلوفر والجينز ويلبسهم فعلا والمايك الوايرلس مع فرقه ثاني شنودة خمس افراد بس في مسرح الهامبرا في الشيراتون يعني وراجع ثاني يعمل افلام من غير ما يغني من غير ما يغني خالص يبقى تمثيل بس وكان في فيلم برضو عالمي اخراج يوسف شاهين ومع عمر الشريف وصوفيا ما تعملش بقى كده ما سمعت الوقت وكان حاجات كتيره جدا كان بيحلم بحاجات كتير بس هو في الاخر تعب وقال يا رب ريحني وربنا سبحانه وتعالى استجاب له والله وتوفى الله يرحمه ليش ما تفتكر الله يخليك احنا متشكرين انتوا يعني كتر خيركم والله على الحب الكبير ده والله انتوا اللي شرفتونا طبعا فندم شرف لينا شرف لينا احنا انا محمود برضو عايز اسالك بقى انت الحفيد قول لي ناوي تعمل ايه الفتره الجايه؟ محضر لايه؟ ناوي تعمل ايه؟
والله انا كنت في غنوة نزلت لي سينجل كده على موقع الساوند كلاود، بنجهز بقى ان شاء الله يعني الالبوم كده قريب. محمد انتبهوا ان شاء الله باذن الله، انتبهوا. هو المكتشفني على فكره والله، هو لا هو اكتشفني يعني. لا ما بقولش اعمله دويتو، انا بصور يا ريت والله. انا كمان عملت له بنتين لحد دلوقتي حقيقه فعلا. هو مكتشفني كملحن، وهو بقى اللي قال لي انت لازم تغني عشان تصدق. انا اصلا بلحن يعني. بس هتلحن بقى الموتال الالبوم. هو دلوقتي احنا في في اللي هو بنجهز في الاغاني وبنختار يعني، ان شاء الله كده يعني تبقى حاجه كويسه باذن الله ان شاء الله. طب هنغني لنا ايه في الختام بقى؟ رمز الحليم بس يعني حاجه انتوا جبتوا لبنو الاغنيه.